بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعي قناتي على اليوتيوب، السلام عليكم ورحمة الله. فيما يلي الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق. قبل ما نبدأ بالموقف اللي أرجو تسوون اشتراك بالقناة وتفعلون زر الإشعارات وتخلون أعجبني للفيديو. ابقوا وياي. وزارة الصحة العراقية نشرت في صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنه تم فحص 11172 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 532120. سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 1749 إصابة في العراق. الحمد لله اليوم جو 2000، قمنا نفرح إذا تكون إصاباتنا أقل من 2000. في الرصافة 241، في الكرخ 184، مدينة الطب 2، النجف الأشرف 87، سليمانية 95، أربيل 40، دهوك 4، كربلاء 84، كركوك 50، ديالة 57، واسط 56، بابل 82، البصرة 218، ميسان 124، الديوانية 138، ذي قار 200 إصابة، الأنبار 5، نينوى 12، صلاح الدين 50، المثنى 20. أما حالات الشفاء فهي أكثر من عدد الإصابات، فوصلت إلى 1852 حالة. في الرصافة 192، في الكرخ 461، في النجف 48، في السليمانية 14، في أربيل 27، كركوك 31، كربلاء 57، ديالة 66، واسط 240، البصرة 127، ميسان 114، بابل 30، ذي قار 163، الديوانية 16، الأنبار 91 حالة شفاء، ونينوى 21 حالة، وصلاح الدين 33، والمثنى 21. أما حالات الوفيات فنزلت عن 100 حالة أيضا قياسا بالأيام السابقة. في بغداد الوفيات كلها بصورة عامة 83 حالة، في الرصافة 19، في الكرخ 8، مدينة الطب 6، النجف 1، السليمانية 4، أربيل 2، كربلاء 3، كركوك 3، ديالة 7، واسط 5، البصرة 6، ميسان 6، بابل 3، الديوانية 1، ذي قار 4، الأنبار 1، المثنى 1، وصلاح الدين 3 حالات وفيات فقط. أما العدد الكلي للإصابات منذ بداية تسجيل المرض فهو 47151، مجموع الوفيات 1841، مجموع حالات الشفاء 22974، مجموع الحالات النشطة 2022336. عندنا مجموع حالات الشفاء زادت على الحالات النشطة اليوم البارحة، الوضع شوية أفضل. هذا المؤشر يبين لنا عدد الإصابات تلاحظون بدأ ينزل نوعا ما. عدد الوفيات اليوم نوعا ما زين قياسا بالأيام السابقة. عدد حالات الشفاء هو الأعلى منذ بداية تسجيل المرض 1852 حالة. النسبة المئوية لعدد الوفيات 4%، والنسبة المئوية لمجموع حالات الشفاء 49% زادت، والنسبة المئوية للحالات النشطة 47%. اليوم عندنا إجمالا صارت منذ بداية تسجيل المرض نسبة حالات الشفاء أكثر بقليل من الحالات النشطة. أما الإصابات حول العالم فوصلت إلى 10,275,481، عدد الوفيات 505,000، عدد حالات الشفاء 5,577,055. أكثر الدول تسجيلا للإصابة: الولايات المتحدة الأمريكية 1,637,000، عدد ثم البرازيل 1,345,000، ثم روسيا 641,000، ثم باقي الدول مثل ما تلاحظون اللي هي شنو عندنا، الهند والمملكة المتحدة وإسبانيا والبيرو وتشيلي وإيطاليا وإيران والمكسيك وباكستان وتركيا وألمانيا والمملكة العربية السعودية وفرنسا، بنغلاديش، جنوب أفريقيا، كندا، قطر، كولومبيا، الصين، مصر تعدت السويد اليوم بعدد الإصابات. العراق لا زال يصعد شوية شوية ما شاء الله، وصلنا إلى المرتبة 32. هذا كل اللي عندي، تمنياتي للجميع بدوام الصحة والعافية. قبل ما ننهي الفيديو أو قبل ما ننهي الموقف الوبائي، أكفد مقطع صغير للأبراج الخاصة ب 2020 بصورة عامة، تنبؤات يعني هذول جماعة الأبراج شنو تنبؤون من أشياء جميلة في سنة 2020. أتمنى لكم وقت ممتع حتى كل إنسان يعني يكون مرتاح ومناعته إن شاء الله تصير أقوى وأقوى، والسلام عليكم. أو السنة المناسبة للسفر لبلاد أجنبية. طبعا مال سنة المتعة يا عم، اقعد
يا عم اقعد. لانه السنه دي الحظ وضعه مختلف اصلا. انا عارف. مفيش طبطابه، مفيش جبر خواطر، مفيش معلش. مفيش ست، مفيش حب، مفيش عيال، مفيش عربيه. مفيش داعي. اول شيء هي سنه العائله بامتياز لل 2020. لل 2020. شوف مكانك وسط عيلتك جوه بيتك ويا اهلك. هي سنه تقدم، سنه حركه، سنة نشاط، تغيير عملي. صباح الخير، انت مش معانا في الموضوع ولا ايه؟ 2020 في مبشرات حلوه لانها رقم 4. رقم 4 هتدي الاربع عناصر، الهوائي والمائي والناري والترابي، هياخد ان شاء الله حظهم. لا هو كده اوريدي كلنا اخدناها يا جماعه. تتحول الانظار العربيه والعالميه الى الساحل الشمالي المصري اللي راح يسرق السياحه والسواح من البلدان الاوروبيه حتى. عندهم انجازات حلوه جدا الفتره اللي جايه، وعندهم كمان حتى نفسهم عندهم راحه، هتلاقيهم عندهم سكينه، حاسين ان في حاجه حلوه جايه. طب اخرس. يلا كل واحد على بيته، وكل سنه وانتم طيبين. سنه راح يتذكرها ما راح ينساها ابدا.